بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين. هنا متابعي الكرام، أيها الأخوة المتابعون في كل مكان، سعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل الخير والبركة. هذا هو الشوط السابع، ينطلق بهذه الأعداد الهائلة، بهذه الأعداد التي تشارك من أجل الفوز والانتصار. وشوطنا السابع للإبكار المشتركات 1500 متر هي المسافة. لنذهب إلى مقدمة هذا الشوط، لنذهب إلى الصدارة الأولى والمركز الأول والقيادة الأولى. شعار أيضا هنا رائع وجميل، شعار بوسالم هنا يتصدر هذه الأسماء. هلال بمبروك بن طماطم العفاري، ولكن هنا الدخول والقدوم من شعار محمد بسهيل بن خيره العفاري، من يتواصل في هذه اللحظات يقدم الشاهنية، بينما هناك الدخول والوصول ايضا من الشاهنية لمحمد بن سالم بن متعب العفاري. وارى وصول، ارى قدوم من شعار محمد بن حمد بن مبارك بن عثعيث العامري، قادم في هذه اللحظات متواصلا مع الشاهنية، بينما هنا الدخول والوصول ايضا والتواصل ايضا في هذه اللحظات. هنا القدوم ايضا من الشاهنية لمحسن بن سالم بن عقيدان الوهيبي، ولكن عودة إلى مقدمة هذا الشوط، وشعار بن خيرة يتواصل هنا، يتقدم في هذه اللحظات من خلال هذا المسار وهذا التحدي محمد بن سهيل بن خيرة العفاري. ما شاء الله، أداء رائع وأداء جميل على مقدمة هذا الشوط، يقدم الشاهنية، تنطلق هنا بشعار أيضا محمد بن سهيل بن خيرة العفاري من خلال هذا التحدي وهذه المنافسة. أرى وصول، أرى قدوم من الاسم القادم في هذه اللحظات والمتواصل بهذا الأداء، ولكن بن خيرة، بن خيرة ما شاء الله، هنا محمد بن سهيل بن خيرة العفاري، من يخطف ناموس هذا الشوط، من يخطف ناموس هذا الشوط. المركز الثاني والوصول سوف نتعرف عليه بعد ايضا هناك بشاد العزاء بعد التحقق هنا من هذا الوصول. المركز الثالث كان شعار ايضا محمد بن حمد بن مبارك بن عثعيث العامري، اتى مع ثالث التحديات مع الشاهنية. اذا متابعي الكرام، عودة بالتاني والناموس لمالك ايضا الشاهنية محمد بن سهيل بن خيرة العفاري. اما بالنسبة للمركز الثاني لم تحمل ايضا رقم هنا في هذا الكشف. اذا مشاهد العزاء، تهانينا والناموس لمحمد بن سهيل بن خير العفاري، من خطف ناموس هذا الشوط. والمركز الثاني ايضا سوف نتعرف عليه، اذا تهانينا لمالك ومن قدم ايضا ثاني التحديات في هذا الشوط. والتوقيت الزمني كان ايضا لحظه وصول شانيه لمحمد بن سهيل بن خير العفاري، كان ايضا دقيقتين 20 ثانيه 62 جزءا من الثانيه. تهانينا والناموس.